صباح الخير. شحال التفاح؟ 40,000. والبنان؟ 60,000. صباح الخير عليكم. اليوم جيت نقضي في المارشي تاع سوريكال، وكما على بالكم مع بداية رمضان حبينا تصوموا ونصوموا معكم بطريقة صحية. على بها جبت القفيفة تاعي وما جيت وحدي، جات معايا الاخصائيه فيتر ديالي ما نفضل عليكم في الاستوديو اكيد. اليوم كركرناها معنا وجبناها معنا للمارشي، خديجه بن علي الاخصائيه فيتر ديالي راح ترافقني اليوم باش نقضي ويكون قضينا صحي بامتياز. قعدوا معنا في هذه الفقره الخاصه بشهر رمضان. خديجه صباح الخير. اهلا بك فريال. اهلا بك وهلا. صحه سمحي لي شقيتك معايا اليوم في اول يوم من ايام شهر رمضان. صح المشاهد يستاهل ليس كذلك؟ اكيد اكيد، مع النصائح تاع التغذيه باش هكا المستهلك الجزائري يعرف كيفاش يستعمل كل هذا الخضر والفواكه من اجل اطباق صحيه. خديجه، البطاطا هي محبوبه المائده الجزائريه، لازم تكون اكيد. البطاطا الناس بزاف تستعملها في شهر رمضان. البطاطا فيها فوائد، من بينها فيها الكثير من البوتاسيوم، وللاسف يعني الناس احنا الجزائريين في رمضان نعتمدوا عليها مقليه بزاف. فانا اليوم جيت نبدلكم يعني طريقه باش نطهوا بها البطاطا، نبدلوا شويه من القليات، نخرجوا من القليات ونقدموا للعائله نتاعنا طبق بطاطا يعني يكون شبه مقلي ولكن بطريقه صحيه. نتفاداو هذاك القليه، نتفاداو كل هذيك الزيوت المهدرجه. انا ثاني نسقسيك خديجه. نعم. برك البطاطا كان يقول لك بلي النشويات ماشي من خضر، نقدروا نعتبروها خضره البطاطا؟ هي اكيد يعني على حسب المختصين في التصنيفات والتصنيفات هذه تاع الخضر والفواكه، يعني ممكن انه البطاطا نديروها من بين الخضر. فهي حقيقة يعني تحتوي على كمية نشويات أكبر من الخضر الأخرى، على هذه يعني دائما الاستهلاك تاعها يكون معتدل. يلا كيفاش ناكلوا البطاطا بطريقة تكون صحية؟ ألوغ البطاطا ناكلوها بطريقة صحية، أولا كيما نعرفوا نقشروها ونقطعوها يعني العادية، ومن بعد نديروا لها نطيبوها في الكوشة. كيفاش نديروا لها؟ نجيبوا صينية نفرشوا ورق الزبدة، شو يعني البطاطا نتاعنا اللي مقطعه، ونديروا لها زيت الزيتون ولا نديروا لها زبده حره، نديروا لها بعض التوابل كيما الزنجبيل كيما الكركم. ما ننساش الزيتون واسو، ما نستغناوش على الزيت كليا. لا زيت الزيتون اكيد، هي باش تجي مقرمشه وباش تجي هذاك الذوق اللذيذ لازم نديروا لها الزيت ولا نديروا لها الزبده طبيعيه مذوبه. قلت توابل، نديروا كركم، نديروا الزنجبيل، شويه فلفل الكحل، ولا نقدروا نستخدموا بعض الثوم بودره. وشحال تقعد في الفرن؟ هي صحيح لازم تطيب تمتم، لازم الكوشه يعني الفرن لازم يكون سخون شويه، يعني راح تاخذ ممكن نص ساعه هكاك تطيب. طيب تجي مقرمشه من برا وتجي طريه من الداخل. نتفاداو كل هذوك الزيوت الصناعيه ونتفاداو حتى القلي. عفوا برك خديجه، نقدر دولما نديرها هكاك في الفوق؟ اكيد. طيب ليه؟ تقدري نقدروا نديروها دولما في الفوق ولا نديروها ثاني في المرقه عادي عادي بطريقه عاديه، ولكن ننصح الناس اللي عندها سكري من النوع الثاني ولا حتى من النوع الاول ولا مقاومه انسولين ولا الناس اللي راهي ريجيم، باسكو كاين الناس اللي تقعد ريجيم في رمضان، هنايا ننصحهم انه يتناولوا كميه قليله جدا من البطاطا وليس بصفه يوميه. الطريقه البطاطا اللي نطيبوها في الفرن في الكوشه راح تحافظ على المغذيات تاعها وما تكونش فيها سعرات حراريه كبيره اللي نجيبوها من القليان هذاك، بالتالي نقدروا نستهلكوها احنا ريجيم مثلا. اكيد البطاطا كي يكون فيها شويه خضوريه نشروها ما نشروهاش؟ اكيد، هي هذيك الخضوريه دليل على انه البطاطا يعني فيها مواد كيميائيه، يعني بدات حتى الصيغه الكيميائيه داخل البطاطا بدات تتبدل. احنا نحاولوا نشوفوا يعني الحبه اللي صافيه. هذه راني نشوفها كامل صافيه. شحال كيلو تعيش؟ 6500 كيلو. بالك نعاود نولي ومن بعد نشري البطاطا، انا اليوم ما راهيش في المنيو تاعي. المنيو يلا ما تروحوش بعيد، قعدوا معنا. الجوله تاعنا مازالها متواصله في السوق، شفنا البطاطا والاكيد كاين الكثير من الخضر راح نزيدو نشوفوها.